فيكم 20 وهو اللي سمعنا كيقلبوا ليه على العفو الملكي. اذا الى قلبوا على العفو الملكي احنا نهاجروا هاد البلاد هادي، نهاجروها غادي نغادروها بصدق. اهلا وسهلا ومرحبا بكم. انا ما عرفت واش هذا الاخ هذا هجر ديجا المغرب ولا باقي وفين غيمشي، الله اعلم. ما عرفت واش غيمشي لكندا ولا يمشي اسبانيا ولا غيمشي لالمانيا، ولكن كيبان لي هو قال انا غادي نمشي بحالي ولا عطاو العفو توفيق بو 20. هو تكلم غير توفيق بو 20، ما عطاو العفو توفيق بو 20، سليمان غيسوني وعمر غادي. واش غادي يمشي ولا ما غاديش يمشي؟ دابا غنتكلموا على هذا العفو الملكي. اولا سمحوا لي تعطلت، وقع لي شي مشاكل مع شي مصادر، الله يخليك ما تخرج هذا الخبر، هذا الخبر هذا حساس ما تخرجوش، هذا الخبر خرج منه شي شويه. انا كنت قلت لهم صافي حبس صافي ما نخرج والو، عاود قلت رجعت قلت واخا نخرج واحد الفيديو واخا ما غنعملش فيه كل شيء، بالحق نعاود المهم. المهم الملك امر اطلاق سراح ديك العفو ديالو المعتقلين الرأي، ماشي المعتقلين السياسيين. حنا كنا كنتسناو المعتقلين السياسيين والمعتقلين الرأي، تخيلوا دابا المعتقلين الرأي. هاد المرة تلقوا سجناء الرأي، هي الدولة المخزن كيعترف بأن في المغرب كانوا سجناء الرأي، إما صحفيين إما هادوك اللي قلت لكم كيكتبوا كيعبروا على الآراء ديالهم في ديك التدوينات. بزاف الناس تفاجؤوا باسكو انا كان عندي الخبر بانهم كانوا ديك النهار نهار الاثنين غادي يطلقوا السجناء ديال الراي وسياسيين، واحد منهم هو استاذ زيان. كان عندي هذا الخبر، صدق قعد شي حاجه وما طلقوهمش. واخا الملك طلق هاد الصحفيين وهاد سجناء الراي عفا عليهم، ولكن الاخوان هاد العفو ما كيمعني والو، حنا باقين بحال اللي كنا قبل 30 يوليوز. شي ناس داخل الدولة داخل ديك أجهزة القمع كيحاولوا يهرسوا هاد اللي المخزن كيسميه واحد كيسميه واحد المرحلة جديدة. دوك الإخوان دابا أنا بغيت نتكلم على هاد الشيء اللي وقع نهار 30 يوليوز، العفو الملكي. شنو وقع في هاد العفو الملكي؟ أولا علاش الناس ديال الحراك ما تلقوهمش؟ هو أهم دوسيي كان عندهم، أنا كنتكلم على المخزن قاسم الملكي، الناس اللي كيسموا الفوق 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 الفوق، أهم دوسيي كان عندهم هو الدوسيي ديال حراك ديال غيف. وأنا عارف كاين واحد السفير في واحد الدولة، سفير مغربي في واحد العاصمة ديال واحد الدولة أوروبية مهمة بزاف، تكلم مع شي ناس ديك الدولة وقال لهم نهار 30 يوليوز غادي تلقوا الناس ديال الحراك ديال غيب، وما تلقوهم بان الاستاذ زيان كان غادي يخرج. انا قالوا لي غادي يخرج وما خرج الاستاذ زيان، ما خرجش لا هو لا نصر الزفزافي. ولكن يقال بان الناس ديال الحراك ديال غيب غادي يستافدوا من واحد عفو ملكي شامل، قال لك غادي يمسحوا لهم كل شيء. العفو الملكي على ديك سجناء الرأي قلق بزاف الناس، بزاف بزاف الناس في ديك الصحافه ديال القلاوي، ديك الناس اللي كيستعملوا التشهير في الصباح وفي العشيه ولا غدا كل نهار. مباشره بعد ديك العفو الملكي انا مشيت شفت واحد اللايص، حلف اللايص حلف اللايص، والله الا بحال شي صلاه الجنازه، صلاه الجنازه على صحافه تشهير واحد المشاهيرين، واحد المواقع ما تكلموش على العفو الملكي، مواقع دواب سيت في المغرب مقربين من السلطات المغربيه ما تكلموش على العفو نهار 30 ولا 31. وحدين تكلموا على ديك العفو الملكي اللي كيطلق توفيق بو 20 سليمان غيسوني وعمر غادي، ما عملوش السميات، ما بانوش السميه ديالهم. شفت واحد السيده
واحد الصحافيه قالت لك غادي نعملوا حنا دابا واحد الجبهه، ولكن ضد من؟ ضد السيد اللي عطى العفو الملكي. ودابا شنو وقع مع ديك اطلاق صراح ديال الصحفيه؟ شنو وقع؟ انا ما قدرتش الاخوان نعاود كل شيء، باسكو قلت لكم كاين واحد المصادر قالوا لي ما تخرجش هذا الشيء، ما تخرجش هذا الشيء، ما تخرجش هذا الشيء. حنا حلفنا حنا ما نخرج كل شيء. انا غنعاود غير الحاجه اللي نقدر نعاودها، باش نعاود كل شيء. انا والله الا ما كنتش باغي نعمل هذا الفيديو الحق. هذا الفيديو هو الفيديو اللي ما خدمتوش بزاف. شي ناس مهمين قبل اطلاق صراح ديال الصحفيين مشاو شافوا العائلات ديال توفيق بوعشرين، عمر غادي وسليمان غيثوني، ومشاو شافوا الصحفيين الزنزانة ديالهم توفيق بوعشرين، سليمان غيثوني، وعمر غادي. شكون هما هاد الناس هادو اللي تقربوا مع هاد العائلات؟ يقال بان ناس ديال المجلس الوطني لحقوق الانسان، هاد الناس ديال المجلس الوطني لحقوق الانسان مشاو شافوا هاد الصحفيين، واحدين قبلوا يتكلموا معاهم، واحدين ما قبلوش يتكلموا معاهم، مشاو الزنزانات ديالهم ديك البويض ديالهم عند تامك. بان واحد الصحفي كان جا عنده واحد نقيب سابق ديال اكادير، نقيب ديال المحامين، وكان قال له باش نطويو هذا الملف هذا الله يخليك قول شي حوايج، والصحفي رفض، قال انا ما نقولهاش وما نكتبهاش. قال له واخا والله يخليك، واش تقدر نوصلوا لديك التصويات ديال الحق المدني مع شي ناس، قدرش نقول السمية ديالهم عاود. هو رفض، ما بغاش، ما بغاش. قال له انا بريء، كنعتبر راسي بريء، ما غادي نخلص والو، ما غنطلب والو، ما غادي نكتب والو. انا عارف بان صحفي عمر غادي مشاو عندو ديك الناس ديال ديك سينديهاش المجلس الوطني لحقوق الانسان، عرفت بان مشاو عندو دوزو معاه سعد المكانة كيتكلمو معاه، قالوا له طلب العفو. قالو من لا انا ما طلبش العفو، واحد السيد كيطلب العفو واحد السيد اللي ارتكب واحد الجريمة، انا ما ارتكبت حتى شي جريمه. رفض. قالوا له شوف عمل شي اعتذار. اعتذار لمن؟ قالوا له عمل شي اعتذار ديال الدوله. قال لهم انا ما نعمل حتى شي اعتذار، ما نطلبش العفو وما غاديش نعمل اعتذار، انا بريء. وقال لهم وعاود لهم واحد السيد بريء ما كيطلبش العفو وما كيعمل حتى شي اعتذار. هادي الاخوان تقولوا واحد حجوج الاسابيع ماشي كثر. الصحفي الثالث سليمان غيثوني مشاو عنده عاود شي ناس ديال ديك المجلس الوطني لحقوق الانسان، مشاو عنده، مشاو عنده جوج المرات، وسليمان غيثوني رفض يتكلم معاهم، وكاع وصل لواحد الدرجة جا عليهم، كاع جا عليهم من الزنزانة ديالو. قال لهم انا ما ندخلش معكم في النقاش، انا صحفي مهني، انا بريء وما غاديش نتكلم معكم. انا عندي سمية ديال هاد جوج اشخاص، واحد منهم هو سعيد الوضح، والثاني هو واحد السيد سميتو عبد الغفار حملي، مشاو عندو الزنزانة ديالو وما قبلش يهضر معاهم. قال لهم انا ما عندي معاكم حتى شي علاقة، انا بريء، ما كنطلب لا العفو ما غاديش نعمل لكم شي اعتذار. مرتو هادي 4 سنين وشهرين هما كيسبوا فيها، هما كيزبلوا فيها. خلود المختاري هي واحد
اللي كيعرفها هي امرأة فخورة وكريمة، وكاع هدوها قالوا لا غادي اغتصبوك، كتبوا هذا في واحد التدوينة غادي نغتصبوك، وماشي مرة ماشي جوج ماشي ثلاثة. وخلود المختاري ما عمري تنسى واحد الحاجة اللي أنا ما عمري شفتها في شي دولة، ما عمري شفتها في شي دولة، وهذا الشيء خصو يعاودو سليمان غيسوني باشي، أنا هو اللي خصو يعاودو. مشاو عند سليمان غيسوني في الحبس وقالوا سليمان غيسوني، سليمان طلق من خلود المختاري وغدا تخرج من الحبس. عرفتو فين وصلنا؟ على هذه سنوات كنت كنقلب عليها، عاد لقيتها هذه واحد شهر عندي واحد الدليل دامغ على ان سليمان غيسوني بريء. بريء نعم بريء. علاش؟ ديك السيد اللي اتهمو، ديك السيد اللي اتهمو قال لهم انا كنت عنده في الدار وصبر هو ديك الخدامه ودخلها للكوزينه وشد عليها وجا عندي. هذا الشيء اللي كيقول هذا السيد اللي اتهم سليمان غيسوني. الكوزينه مشى شد ديك الخدامه ديالو ودخلها في الكوزينه وشد عليها المطبخ في البارطمان ديال سليمان غيسوني وديال خلود المختاري. حتى جاني واحد، جاتني واحد الصوره، واحد الصوره كتبين لك بان المطبخ ديال سليمان غيسوني هو مطبخ امريكي، ما عنده لا جدران لا ابواب، ما كاينش الحيط، اون كويزين امريكان، ما كاينش الباب. ملي واجهو هذا السيد اللي كيتهم سليمان غيسوني، واجهوه قالوا له انت قلتي، انت عملتي محضار كتقول بان سليمان شد الخدامه وشد عليها الباب في الكوزينه، شنو كان الجواب ديالو؟ ما كان الجواب ديالو انا عندي محاضر كاملين. قال لهم انا صحاب لي كاين جوج الكوزينات. اخوه الاخوات واش ما كتعرفوا شي بارطما عنده جوج ديال الكوزينات؟ حنا كنعرفوا كاين جوج ديال المراحيض كتكون في بارطما كبيره، البارطما ديال سليمان غيسوني ماشي كبيره، وانا ما كنعرفش انا جوج الكوزينات في واحد البارطما. اجي عقلتوا على ديك الاوديو اللي كنسمعوا حنا اللي خرجتو ديك الصحافه ديال تشهير، سليمان زعما كيقول، سليمان زعما كيقول لهاد السيد هذا اللي اتهموه، كيقول له ما تقولاش الخلود. شنو ما تقولش الخلود؟ شنو هي؟ شنو هي؟ واخا سليمان قال لديك السيد اللي كيتهموه ما تقولاش الخلود، ايوا قالوا له واخا، كيفاش فين سجلتي هاد الشيء هذا؟ وين سجلتيه؟ بواحد التليفون. وفين هو التليفون؟ فين هو؟ قال لهم انا التليفون ما بقاش عندي. فين هو؟ عطيته لواحد الصديق ديالي، سجلت ديك 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 الهضره مع سليمان غيسوني وبقيت بديك التسجيل بحق التليفون، عطيته لواحد الصديق ديالي. غير اخوان الاخوات جات الشرطه القضائيه ديال الدار البيضاء كتقول لك انا ديك الهاتف ها هو عندنا، وحنا غنصوبوا واحد التقييم. هادي 4 سنين وشهرين وباقي ما شفنا ديك الاكسبيرتيز، باقي ما شفنا حتى شي تقييم. دابا شرحوا لي حسيت كيتهم سليمان غيسوني كيقول لك هو التليفون ديالو عطاه لواحد الصديق ديالو، وكتجي البوليس وكتقول لك لا 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 انا ديك التليفون هو عندنا حنا وفافير اون اكسبيرتيز، غنعملوا واحد التقييم. فين هو التقييم؟ 4 سنين وشهرين. واللي تبعوا المحاكمه ديال سليمان غيسوني في المحكمه الابتدائيه، ويلا عقلتوا
المحامي ديال هذا السيد اللي كيتهم سليمان غيسوني، ملي المحاميين ديال سليمان غيسوني سولوه على ديك التليفون، ناض المحامي ديال هذا السيد هذا سميتو عبد الفتاح زهرات وقال له سكوت في المحكمة الإخوان، قال له سكوت التزم الصمت. وناض هذا السيد هذا وقال له أنا كالتزم الصمت. وناض الأستاذ عبد الرحمن بن عمار ديك المحاميين ديال سليمان غيسوني وقال له أنا هذه لأول مرة في حياتي واحد السيد كيقول هو ضحية وجا المحكمة وقال له أنا غادي نسكت أنا ما غنقول والو. هاد السيد هذا اللي كيتهم سليمان غيسوني ملي سولوه على التليفون في المحكمة قال له أنا غادي نلتزم بالصمت. وقال النقيب بن عمار قال هذه سي لا بروميير فوا المرة الأولانية في حياتي اللي كنسمع على هاد الشيء هذا. محامي ديالو كيقول له التزم الصمت. خلود حطت شكايات شكايات ضد بزاف الناس. خلود حطت شكاية حتى ضد واحد القاضي. وفين مشاو هاد الشكايات؟ بحال ديك 23 ديال الشكايات ديالي اللي لاحوهم في الزبل. انا عندي شي 23 شكاية حطيتهم. كيشوفوا السمية ديال المرابط كيهز التليفون كيعيطوا لشي واحد في الرباط ولا ما عارفين عندنا واحد الشكاية ديال المرابط. لا حفظ 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 23 شكاية الإخوان الأخوات. كيقول لشي واحد لا ما خصك تقول ما كنحتارم في القضاء، ما كنحتارم في القضاء. لا دابا حاجة أخرى اللي شفت كتبوا بزاف الناس شي حوايج، لا توفيق بوعشرين لا سليمان غيسوني لا عمر غادي مطلبوا العفو الملكي. وكثر من هذا الشيء كاين واحد الصحفيين اخرين ما كانوش كاع عارفين غادي يدخلوهم في ديك العفو. شوف بعد انا بزاف الناس كنا كنشكوا كنقولوا غادي يعفيو على سياسيين معتقلين سياسيين بحال الزفزافي والاصدقاء ديالو وعلى الصحفيين. اما هاد واحد الصحفيين ما ساكنينش في المغرب ساكنين في الخارج وعطاهم عفو ملكي. كنتكلم على هشام المنصوري الصحفي اللي كيسكن دابا في فرنسا، كنتكلم على صمد ايت عيشة صحفي اللي ساكن دابا في فرنسا، كنتكلم على عفاف البغناني صحفية اللي دابا عايشة في الولايات المتحدة، وكنتكلم على عماد السيتو صحفي اللي كان ساكن في تونس ودابا ساكن في واحد الدولة أوروبية ساكن في الخارج عملوا حياتهم صافي يسون غوفي لور في. والأستاذ المؤرخ المعطي منجيب اللي هو ساكن في المغرب من عينه يخرج من المغرب حتى هو ما طلبش العفو وما عمل حتى شي اعتذار وعطاوه العفو. دونك خمسة الصحفيين، أربعة الصحفيين والأستاذ المعطي منجيب ما كان عندهم خبر وحتى حنا ما كان عندنا خبر. قال لك حنا ما اتصل بنا حتى شي واحد ما طلبنا لا عفو لا والو وعطاهم العفو. هادشي كيأكد داكشي اللي قلتكم. بداو أتمنى يكون هادشي هذا البلان هو هذا، بداو بمعتقلين غائي صحفيين ديك الناس اللي عبوا على الآراء ديالو في التدوينات وعطاهم عفو ملكي. اللي طلب واللي ما طلبش بحال دابا سميتو أريد الطوجني طلب العفو وعطاو عفو والاخرين ما طلبوش العفو. دابا غنتكلموا على واحد الشخص اللي حتى واحد ما كيهضر عليه. هذا واخا شي ناس قالوا لي ما تتكلمش عليه غادي نتكلم عليه. انا بزاف د الحوايج كنت غنتكلم عليها قالوا لي لا واحد المصادر اوكي انا كنحترم المصادر بحق هذه القضيه ديال هذا الشخص هذا غنتكلم عليه. هو المصطفى غاميد. مصطفى غاميد اللي كان دابا مخاصم معهم كان في بي جي دي وكان وزير ديال العدل وزير ديال حقوق الانسان. انا كان عندي خبر 2023 بان المصطفى غاميد كان كيشمشم هنا وهنا وهنا كيهضر مع شي ناس كيبعث لهم الناس كيقول لهم خصنا نلقاو شي حل نشوفوا كيفاش غادي نعملوا 2023. وانا عارف 2023 كانوا باغيين يطلقوا في 2023
الناس ديال الحراك والصحفيين في 2023 وقع شي حوايج ما نقدرش انا نتكلم عليهم اليوم مع الاسف الشديد. قلت لكم هذا الفيديو ما كنت باغي نعملو وعملته باسكو كنت وعدتكم. دونك هذه واحد شهرين كنخرج هذا مصطفى غامض عطى واحد السيجواب لديك الموقع ديال دو فويس وما سكتش. عطيت ثلاثه التصويع انا باش نشوف ديك الانترفيو ديال مصطفى غامض. ثلاث سوايع مشيت وجيت ومشيت وجيت ومشيت وجيت. دونك في ديك السيجوان مع دو فويس مصطفى غامض بدا كيتهم هذا الصحفيين ثلاثه. قال لك اسيدي عملوا غير ديك الناس. قال لك ما عقلتي مزيان. قال لك ما عرفوا زادوا الكيمون ولا ما عرفتش شي حاجه زعما ديك الناس شي ناس ما عطاش هو السميه ديالهم شكون هما زادوا فيها بحق ديك الناس ديك الصحفيين عملوا. وقال واحد الكلمه اللي الصحفي اللي عماه استجواب هو ديك يونس مسكين ما طلبلوش تفاصيل اللي قال هذيك الصحفيين هذوك الصحفيين عملوا واذا عادوا عدنا. ديك الصحفيين عملوا غادي نشوفوا نحاولوا نخرجوهم من الحبس ولكن اذا عادوا عدنا. شكون نتوما سي عدنا هذا السي غامض؟ شكون عدنا؟ انت مع من؟ واش انت كتكلم على السميريك ولا كتكلم على شي ناس اخرين الفوق؟ انا كنعرف ديك المبادره اللي عملها غامض باش جات منه. غامض منفذ عيطوا له قالوا له غتمشي غتعمل واحد الاستجواب ديك الموقع دو فويس وغتبقى تلمح غتقول ما عرف الملك غادي يعطي شي عاف ماشي عاف بالحق ما تقولش كثار. دونك ملي كيقول غامض اذا عادوا ديك الصحفيين زعما عاودوا عملوا شي حاجه دابا هو كيتهم هو كيقول عملوا عدنا هو كيهضر باسم المخزن. مصطفى غامض كيهضر باسم المخزن. مصطفى غامض اللي شد ديك الملف ديال توفيق 20 مشى الامانه ديال البي جي دي حزب العداله والتنميه وبدا كيقول على الصديق اللي كان الصديق ديالو توفيق بوعشي كيقول لهم هذا زنديق هذا زنديق. غامض 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 لان شفتو باش يمغر باش يجوج باش يتلاتة في المكتب ديال توفيق بوعشي ملي كان في المساء في الدار البيضاء. انا عارف بان مصطفى غامض شاف توفيق بوعشي هذاك اللي كيقول عليه هو الزنديق كان في الامانه العامه ديال بي جي دي شاف سليمان غيسوني وشاف حتى عمر غادي. وانا قالوا لي شي وحدين باسلوا مراسهم هذا غامض. وقال لهم خصكم تفهموني ديك الاستجواب اللي عملت انا في دو فويس خصنا غير باش نبغضوا شي ناس. قال لهم بزاف الناس شي بلايص فين وحنا فهمنا فين ما باغيناكمش تخرجوا من الحبس وزوقهم كيزوقهم كيقول لهم الله يخليكم الخبر ما خصوش يخرج قبل الخطاب الملكي. انا ما بغيتش نخرج الخبر لا هما غيطلقوا صراحه ديال الصحفيين نهار الحد. كان عندي كاع الفيديو مجد مصاوب وعيطوا لي شي ناس قال لك الله يخليك ما تخرج ديك الخبر ما بغيناش يتقال. وهذه كنت اتفق معهم بانك بغيتي تجي تهرس ديك الخطاب الملكي. انت غتقول في واحد الفيديو بان الملك غادي يعفي على الصحفيين ثلاثه وما عملت ديك الفيديو. وملي بديت كنوجد الفيديو الثاني واحد المصادر هذا الخبر خرجوا هذا ما تخرجوش هذا ولا قصدي تحيد هذا ما تحيد هذا. ايوا قلت لهم صافي انا ما غنعمل حتى شي فيديو صافي. دابا الصحفيين خرجوا دابا خصنا نعرفوا الناس ديال الحراك واش غادي يخرجوا من الحبس. انا ديك المصادر اللي قالوا لي الصحفيين غادي يخرجوا كيقولوا لي بان الروافه ديال الحراك ديال غيف غادي يخرجوا من الحبس. فوقاش انتم كتعرف كيقول لك لا هذيك نهار 20 غورس ولا غدا ولا ديك بعدو
بالحق غادي يخلصوا من الحبس، خصهم لابد يخلصوا من الحبس. الدوسي كاع صعيب 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 صعيب، الاول قبل ديال الصحفيين هو ديال الحراك ديالهم. شي واحد كيسولوا عاود ولا المغرب غادي يدخل في واحد المرحله جديده ديال 25 سنه ديال الحكم ديال محمد السادس، شنو غنعملوا مع ديك الصحراوه؟ كاين صحراوه معتقلين سياسيين. انا عارف بان المغرب طلب ديك المبعوث الخاص للامين العام ديال الامم المتحده اللي كان غادي يجي للمغرب. الدوله المغربيه طلبت منه، قالت له الله يخليك عطلت السفر ديالك حتى مورا عيد العرس. قالوا له شي حوايج ما قدرتي ناكدها، واش المغرب غادي يطلق حتى ديك الصحراوه؟ شي واحد يحكموا عليهم 70 القرون ديال الحبس، الله اعلم واش غيطلقوهم دابا ولا يطلقوهم في نوفمبر. الله اعلم، ولكن ولكن قلنا غندخلوا في واحد المرحله جديده ديال 25 سنه لابد خصهم يطلقوهم، ولا طلقوا الصحراوه خصهم يطلقوا حتى ديك الاسلاميين هذوك ديال السلفيه الجهاديه وديك جقلال اخر. انا عرفت بان واحد يقال غنقول لكم علاش يقال. انا جاني واحد الخبر، واحد المصدر قال لك بان المغرب بدا كيتناقش مع واحد الاسلامي، هادي سنوات ماشي سنوات قرون هو في المنفى في الخارج، هما كيتناقشوا معاه كيقولوا له خصك تدخل المغرب نتفاهموا ودخل المغرب. وانا سولت واحد الناس مقربين من هذا السيد هذا سنوات هو منفي في الخارج، ماشي سنوات وقرون، هذه نقول لكم هذه واحد 40 سنه ولا اكثر. وانا الجواب اللي جاني واحد المقربين من هذا السيد هذا اسلامي، هذا ديك الاسلاميين كاع الاولانيين، انا قالوا لي هادو اشاعات ما كاين نقاش مع السيد، كاين حتى شي نقاش ولكن اشاعات. انا كنظن هادي كيكون واحد النقاش مع شي واحد كيقولوا له شوف هاد الخبر ما خصو يخرج حتى شي بلاصه، واخا ديك الناس اللي مقربين منك ما خصهمش يجيبوا الخبر. دونك واش المغرب صح كيتناقش دابا مع واحد الاسلامي منفي في الخارج هادي قولوا قرون، هادي اكثر من 40 سنه ممكن، او لا كيتناقشوا مع هاد السيد وهي زعما الصح باغيين زعما يطفيو هاد المشكل ديال حقوق الانسان. ولا تلقوا هاد السيد هذا ماشي ولا تلقوه ولا خلاو هاد السيد هذا يدخل المغرب، خصهم يطلقوا هذيك الاسلاميين ديال السلفيه الجهاديه، ولا يطلقوا هاد الناس كاملين، وهي حنا غندخلوا في واحد المرحله جديده الصح. ولا هذه مرحله جديده الصح، خلوني نتسائل علاش الملك ما عفاش على الصحفي الاسباني اللي هو الصحفي الاول الوحيد اللي كان عمل معاه استجواب في 2005 هو إغناسيو سامبريو، علاش ما عفاش عليه؟ الدولة المغربية دابا تابعة إغناسيو سامبريو في إسبانيا، المحكمة الإبتدائية عطات الحق إغناسيو سامبريو والقضية مشات لمحكمة السيناب، وعلاش ما عفاوش على إغناسيو سامبريو حتى هو؟ انا كنظن ويلا بغينا حنا نطفيو كاع الدوسي كامل، ويلا ما بغيناش هاد الدوسي هذا يبقى يمشي بعيد، خصنا نلفو على الجميع الناس اللي عندهم قضايا في المحاكم كاملين، ولكن غادي يبقاو ناس اخرين، غادي يبقى واحد يوتيوبرز في الخارج اللي هما باقي عندهم معاهم ما
مشاكل، باقي عنده مشاكل عويصة. وهو يطول الملف ديال كل شيء، ويطول الملف ديال الصحفي الإسباني إغناسيو سيمبريرو، والملف ديال ديك اليوتيوبر. احنا غندخلوا حقيقة في واحد المرحلة الجديدة، وحق المرحلة الجديدة ما كتمعنيش بأن المغرب غتولي من اليوم لغدا دولة ديمقراطية. مرحلة جديدة شنو هي؟ هي احنا سيدي غادي نطويو هاد الملفات كاملين، وغنبداو واحد المرحلة أخرى. حق ديك المرحلة بحق قلتكم ماشي هي زعما شي مرحلة ديال الديمقراطية. وهو هذا، إلى اللقاء، مع السلامة. اسمحوا لي على هذا الفيديو اللي تعطلت فيه، ولكن قلتكم أنا هذا الفيديو صعب عليا بزاف باش نعملو، بس عملت واحد سكايبت مصوب مقد، وبقيت كنقطع من هنا، حيد من هنا، حتى قطع على حتى السمية ديال مصطفى غامض. قالوا لي ما تخرجاش، واخا انا قدام ما نقولش شنو قال مصطفى غامض لتوفيق بوعشرين، وشنو وقع بين مصطفى غامض مع سليمان غيسوني. واخا انا ما قدرتش نقول هذا الشيء هذا، ولكن ما قدرتش تقولوا لي ما تكلمش على مصطفى غامض. مصطفى غامض اللي هو منفذ ماشي هو مول هذا الشيء. وعيطوا له قالوا له شو بغيتي تكلم مع هاد الناس وصافي، قول لهم يطلبوا العفو. لا ما بغاوش يطلبوا العفو، قول لهم اعتذار، ما بغاوش يعملوا واحد الاعتذار. ايوا شوف غير يمشي تفاهم معاهم اللي كان، واللي كان ما بغاوش يطلبوا العفو ما كاين مشكل، ما بغاوش يحطوا واحد الاعتذار ما كاين مشكل، ولكن علمهم بانهم غادي يخرجوا من الحبس. ولكن مع الاسف الشديد هاد المصادر ما خلونيش نقول شي حوايج مهمه، وهو هذا. الى اللقاء، مع السلامه. توفيق بوعشرين وهو اللي سمعنا كيقلبوا لي على العفو الملكي. اذا الى قلبوا على العفو الملكي احنا نهاجروا هاد البلاد هادي، نهاجروها، غادي نغادروها بصدق.